تتحركش لغاية مركز. ايوه يا دينا، في ايه؟ طب تعالى يا دينا. ايوه دلوقتي مش بكره. خايفه؟ تعالى يلا مستنيكي. ايوه يا شعبان، تعالى لي دلوقتي. خليكي حافظة حالة. ايوه ايه في ايه اللي حصل؟ هقول لك بس احطها على سريرها الاول. طب ومتكتفة كده ليه؟ ايه في ايه؟ هو في ايه؟ ما انصحكوش تفكوها، هاتوا لها دكتور الاول. طب فهمني بس، فهمني ايه اللي حصل؟ الو، ايوه يا دكتور، انا اسفه بكلمك متاخر بس من فضلك الحقنا بسرعه، بنتي تعبانه قوي. اوكي، في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ في ايه؟ روح. طب يا ابو حنفي مالكش عايزني في ايه؟ وليه المال وملان سيو؟ ولا مال ومال باهر؟ ايه علاقته بيهم؟ انا مش فاهم. بالراحه. ولا انا فاهمه حاجه، بس فجاه تحول لطرف مش معمول حسابه. احلى مسا عليك يا ابراهيم باشا. اهلا شعبان. هو حصل حاجه؟ دينا هتشرح لك كل حاجه. حاول. يومين من هنا. لا كفاية هنا اهو. ايوه كتر خير. انا مش عارفه اتشكر لك ازاي. كل اللي حصل لك ده بسبب، كانش ينفع اسيبك. لا كان ينفع، بس انت راجل قوي ومحترم قوي ومكبرتش دماغك يعني، وقلت انا مالي ودفعت كتير لحماد. لو انت كنت لازم تدفع له كل المبالغ دي. هو عمل لي خاطر وبوظ شغلانه، كان لازم يقبض الثمن الوصول كده. هو انا استاهل ده كله؟ انت حد كويس قوي، حاول يساعدني كتير بس كده. مش فاهم قصدك. يعني هو انت عرفت منين ان انا اتخطفت؟ نبيله طنطاوي كلمتني وحكت لي اللي عملته وانشي. مدام نبيله دي قصه الفساد ورا المصايب كلها. بس هي نجدتني المره دي ليه؟ مصالح. وانت تعرف الناس دي منين؟ حماده وشعبان، وعرفت نيتهم كده كانك واحد منهم. مالك انت ومال العالم دي؟ المهم الحمد لله على سلامتك. ديك وصلت بيتك اهو. تعالى اوصلك. ملوش لزوم بقى يعني، انا ممكن. استر ليه؟ يا لهوي يا لهوي يا ناس، يا لهوي في ايه يا ناس؟ الحقوني.
خالتي خالتي ايه النبي يا خالتي؟ عايزه اروح، ابويا قاعد في البيت لوحده. يعني دي بحياته له؟ ما هو قاعد في شقته وبابه مقفول عليه، انما بنتي ما اعرف لها السكه. خلاص بقى كمليا، نرجع له بكره ان شاء الله. احنا اسفين يا مدام نريمان، انت عارف حضرتك يعني الظروف هي اللي خلتنا نعمل كده. حصل خير، وهيجي منين الخير؟ يلا يا كمليا. اوعى يلا. اوعى طب يلا. السلام عليكم يا مدام. يلا. بيت. يلا. بيت. يلا. بنت. ايوه ايوه جاي جاي جاي. حاضر حاضر حاضر. ليلى ايه انت مش كنت مثبته؟ هقول لك كل حاجه بعدين، بس دخلوه دخلوه على السرير. طب تعالوا يا رجاله، تعالوا 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 يا رجاله تعالوا. متشكرين قوي يا رجاله. بقول لك ايه، انت ليه ما خدتوش على بيتكم؟ اعمل ايه؟ امي قافله بالمفتاح على اخواتي، وراجل سرق مني في الشارع. عايزينه يا عم جد؟ لا لا لا، طب تعالي، انا مش مقصودش مقصودش. تعالي تعالي، اتفضلوا 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 يا رجاله. بالراحه 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 يا رجاله بالراحه. حسب راسه حسب راسه. بالراحه بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب. يلا يلا يلا. بالراحه بالراحه. تعالى كده كده. تعالى تعالى. متشكرين يا رجاله، ما يمكنكم ما يمكنكمش حاجه وحشه. متشكرين متشكرين متشكرين. طب انا هروح اجيب دكتور اسم. اه معايا. لا طيب بصي بصي وبعدين انت جنبه، انا هروح اجيب الدكتور. خليك خليك جنبه خليك جنبه خليك جنبه خليك جنبه خليك جنبه. مستر ليلى يا لهوي يا هنيه يا لهوي يا هنيه يا لهوي يا هنيه. مستر ليلى انا شايف ان ده احسن وقت ان احنا ننقلها فيه للمستشفى وهي تحت تاثير المهدئ. مش هتشوفها يا دكتور. كنت مستخبي بك فين يا بنت؟ عن امر الله. لا اله الا الله. طب ما هو على يدك يا باشا، كل خاين نصابها يخرج من هذا الشعر من العجين. اعمل له ايه بس؟ كان زي القطه بسبعة ارواح ابن حرام. بلاش الكلام الخايب ده لو سمحت، انا عايز نتيجه وبسرعه ومن غير ما الاقيه فوق راسي. فكل مره حاولنا كان حد من رجال الشعبان هو اللي بينفذ. المره دي لازم انت اللي تنفذ بنفسك. لا ده بيني وبينه عشره، ما ينفعش ابقى خبط لزق كده قدامه. تبقى خايف منه؟ انا ما بخافش من حد. عندي ليك حل يخليك ما تقفش قدامي، بس لازم انت اللي تنفذ. انا عايز نتيجه، عايز ما اسمعش اسم ليلى تاني. انت ما تزعلش نفسك، وشبكه العشره هجيب لك اجره. ما تزعلش نفسك انت بس. جوز اختك. مش بقى هفهم. يا الدنيا الوحشة والراجل اللي زي الفل ده، العيان العيان اللي بهدل ده، مراته تبقى مجنونة، بنته تضيع منه، الدنيا كلها بتجري وراه. ده ايه البخت ده؟ ده ايه البخت ده؟ ليلى انت يا ليلى انت بتعيطي؟ لا دي سوا صعبان عليا. دي مش صعبانه، انا شايفه قلبه طلع له تباتيه. بحلم يا اختي ولا الحلم كمان حرام؟ اوعي اوعي بركة انك فقت، اجيب لك حاجة. ألف سلامة يا ليلى، ألف سلامة. هقول لك يا ليلى، أمي طمنوا منك، زمان عندي منها مستر أشرف. لا كلميها أنت في الموبايل، أنا مش عايزة أسيبها. يا بنتي يلا بطلي هبل. لا اوعي يا بنتي، معايا بس. يلا يلا خطة بنصحي. انا معايا اختي. يلا يا نزهين. عندي يا هبل
ليلى. أنا عارف يوم يا عم جيلك. أكيد اللي راكب. ماشي يا عم جيلك. اطلع قدام شوية. تتجوزي سيبك من اللي طاير في السماء، خليكي في ذكوره البط اللي ماشي على الارض. لو انت شايفاه واقف على الباب وبيخبط وعايز يتجوزني. بس عارفه دماغي، كل واحده عاشت مع روحها افتكرت نفسها ست الحسن والجمال اللي هيجي الامير يخطف على حصان. سيبك من الحواديت دي يا بنت. روايتك دي وراها حاجه يا امه. خايفه عليك يا بنت من ساعه ما سمعت اسم الراجل ده والمصايب نازله ترق على دماغك. كاميليا مش على لولا يا حبيبتي، هاتي من الاخر. ماله خير، راجل زي الفل وكسيب ويعرف يفتح بيت، وبرشنجي وحرامي ونصب وسرقني. عملت ايه يا سبعي؟ ركنت العربيه في مكان امين وغطيتها وجبت الموبايل معايا. طول الطريق ما بطلش رن. اي اخت وهي بتتصل حتى. الو. ايوه مين معايا؟ أنا ليلى. أيوة يا ليلى. طب هو فين؟ اديني العنوان. مش دي حارة شعبان؟ أيوة أنا عارفاها، أنا جايالك مسافة السكة. ابني وابنها كانوا بيلعبوا في الجنينة قدام الفيلا، جم الحرامية وخطفوا ابن أم فتحي وفاكرينه ابني. اتصلوا بيكم ولا لسه؟ اتصلوا وطالبين فدية 1,000,000 جنيه. المشكلة انهم مش مصدقين الولد ابن ام فتحي. كويس اللي هم مش مصدقين. يا لهوي يا باشا، وانا اجيب 1,000,000 جنيه منين ولا حلت حاجة؟ احمدي ربنا ان هم فاكرين الولد ابن حسام بيه. لو عرفوا ان الولد ده ابنك، الولد ده ممكن ما يرجعش، يخلصوا منك. يا لهوي، هو اللي حلت يا باشا، انا ما عنديش غيره. ما تخافيش يا ام فتحي، اهدي. هم حددوا ميعاد لدفع الفدية؟ اه هم كلموني وقالوا لي قدامك 24 ساعة. تجهز فيهم الفلوس وهنكلمك تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي. تعال لي يا صباح الخير يا مدام نريمان. صباح النور. انا نبيله طنطا. ومين ما يعرفكيش؟ ده انت اشهر من نار على العالم. كان في ميعاد ما بيني وما بين الاستاذ ليل اخوكي. ليل مش موجود. خير؟ اي خدمة؟ قولي له ان انا نفذت اللي اتفقنا عليه. فضل هو بقى ينفذ الجزء اللي يخصه. اللي هو ايه بالظبط؟ هو عارف. قولي له ان انا زعلانة اني ما لقيتوش. للاسف ليل تعب وهو جاي في السكة. اضطر يروح عند جامعة اصحابي. ايه؟ جاله نوبة سرع؟ ياه. عارف حاجات كتير. مش عنه هو بس، عنك انت كمان. واقفه ليه؟ اقعدي.
البابين ده بتنام عينك مفتوحة؟ أنا وقعت. عثمان علي، ألف سلام عليك يا لي يا مستر لي. إيه اللي مصحيك؟ نام شوية كمان لحد ما تقوم براحتك، مستعجل ليه؟ هو أنا بلدي يعني الساعة دلوقتي بقت 4 العصر. لو أفهم بس أنت عايزة إيه؟ عايزك تلبس صح عشان شكلك ما يبقاش عجوز. أنا عمري ما كنت عجوز. لا، لبسك وشكلك اللي يقول ده. معاكي حق. بقولك ايه؟ ما تيجي نروح المالديفز. لا لا، مش هينفع خالص. طب تعال نعمل جيس بارتي كبيرة. انت مش لسه تعبانة؟ استني لما تخفي. كنتش عارف انك دمك تقيل كده على فكرة. يلا بقى البس عشان بجد انا عايز اخرج. حاضر. عايزة نروح فين؟ مش مهم، اي حتة، المهم ان انا عايزة اتبسط. يلا. نورت يا استاذ. الشاي جه اهو، اشرب الشاي بقى. الحاجة السخنة دي تفرفشك، تنعنشك، تخليك فريش بقى. ما تكسفش يا عم جد بقى، مش كفاية ان انت مرضتش تاكل؟ الف شكر. ايه يعني فين؟ ايه يعني فين؟ هو ده وقت زيارات؟ كنت عند حسيبة يابا عشان موضوع مفتحي. اذا كان شعبان ولا حسيبة محدش فيهم هيتحرك من غير فلوس. طب بنعمل اللي علينا يا ليلى، الست مقهورة، ده ابنها الوحيد يا اخوانا. ربنا يرجعه لها بالسلامة يا رب. اللهم امين. اصل احنا عندنا واحدة جارتنا كده سلام قولا من رب الرحيم، ابنها اتخطف. طب احكي لي ايه اللي حصل. الله 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 ونعمة الله. اهدى اهدى، ده كله ده اهدى. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يخيبك يا حسيب؟ صدقنا غلطانة اللي جات لك يا كاميليا. ايه يا بنت؟ انت هتروح تقابلي كده؟ لغيني يا بنت. طب اعمل ايه يعني؟ انا هظبطك واروقك، بس انا عايزه منك خدمه. اللي انت عاوزاه، انا معايا فلوس، بس اظبطيني. انا عندي باروكه كان جايبها لي المقصوف على شباب، والمكياج موجود والرموش موجوده، بس مش عارفه الاقي لي الجزمه على مقاسك ازاي. نشتري. انا معايا فلوس اهو، عايزه ايه تاني؟ مش فلوس يا بنت، الموضوع موضوع تاني خالص. ايه يا كمال؟ انت لسه في سنة أولى. تعالي نقعد، تعالي. بصي بقى يا ستي. مبسوطة يا ست حسنة؟ أوي يا ميشا، من زمان وأنا كان نفسي أقعد القعدة الحلوة دي. وأنت ليه عاملة في نفسك كده؟ لما شعبان دخل السجن الكل حط علي، صحابه قبل اللي كان بيسلوهم على طرف، فحلقت شعري وعملت راجل عشان اعرف اعيش. انت خدت كلامي غلط، انا اقصد انك من غير الباروك احلى بكتير. انت مجنون ياض. مجنون بيك. يعني مش كده احسن من الاول؟ لا طبعا، الاول احلى واجمل بكتير. لا بلاش، اتكسف. اول مره اتكسف من قرعتي. خلاص اللي يريحك يا عم دي. اقول لك ايه يا ميشا؟ ايه؟ ما تبقى تجيب هدومك دي تغسلها لك بدل ما هي مقرحه عليك كده. وانت هتغسليها بايدك؟ لا، في الغساله يا روح امك. اشرب الشاي بقى. معايا هتحسي ان الدنيا كلها سهله وجميله. بس انا ناويه اتعبك، خلي بالك. تاني
انت تعبتيني قوي قبل كده. انا اللي تعبتك برضو. خلاص انسي بيج 1 ويلا نبتدي من جديد. طبعا انا عايزه لبس وحاجات كتير. انت داخله على طمع بقى جدا. انا ناويه ادفعك تمن كل لحظه زعلتني فيها، بس لو مش عاجبك عادي يعني، انا ممكن اسيبك دلوقتي حالا. مش خايفه ان ده يخليني ابعد عنك؟ انا عارفه انت ممكن تعمل ايه كويس قوي عشان، وانا هستغل ده اسوأ استغلال. هو ده اللي شدني بيك، احساس الحياه والباور اللي جواكي. ايوه انا عايز انسى كل اللي فات. طيب اي حاجه هتضر ليل او ناريمان انا معاك فيها. تمام يا فخم، انت كده قصرت علينا السكه. مش قلت لك ان رامي هيعجبك؟ لا تمام. طب شوف يا استاذ رامي، اللي هنقول لك عليه تعمله من غير ولا كلمه زياده. امين. امين يا معلم، بس طالما يهمكم ضرر الليل قوي كده فما فيش مانع ان الواحد يطلع بمصلحه حلوه من ورا الموضوع ده. الله يحن عليك. لا يا رامي، احنا ما بنحبش الطماعين خالص. استنى بس يا دوده حبيبتي، بس لما ناخد وندي في الكلام. دوده ايش حبيبتي؟ كلميني قدام الغربه كده وبعدين. ها ايوه يا فخ، اتكلم كلام معقول. بص يا استاذه دينا، اتفضل. اولا انا مش طماع، بس تقدري تعتبريه بدل تضيع وقت، اصل الوقت عندي مهم قوي قوي. لا فخم. طب انت يعني ما تضيعش وقت وقول لي انت عايز كام. هو ده الكلام؟ بص يا معلم، بس الحكايه اللي بتقوليها دي صعبه. هي ايه اللي صعب؟ يعني انا مثلا لو قلت لك عايز اروح المريخ تقول لي صعبه، لكن دي حاجه بسيطه. بعدين يا هيما، هو انت في حاجه صعبه عليك؟ تعرفي الحكايه هيبقى شكلها لطيف. انا موافق، بس ده مش معناه انك هتقعدي هناك. ما اقدرش اسيبك ابدا يا مني، الا بقى لو انت تسيبني. يلا بقى نطلع يا يلا يا حياتي. جوه وبره فرشتلك وانت مايل، وايه يعدلك؟ هو انت يا ست انت مفيش شغلانه تانية غيري انا؟ ما تشوفي لك اي شغلانه تانية. من بكره هاخد مضرب التنس واروح النادي عشان اتهولي شويه. بالمره كمان اعمل لك اشتراك في الجيم عشان تنزلي الدهون اللي انت فيها دي. جيم؟ جيم ده للمفشولين، انما غصن البان اللي قدامك ده يروح يعمل ايه؟ بس العينين اللي تقدر. تمام، هخش انام عشان اقدر. الباب بيخبط. حاضر حاضر. أمانة عندي. طب روحي تسبقيني وأنا هأمن على الراجل وأجي وراك على طول. ماشي. يلا. يا هيما، والله البيت كان وحشني مع إني ما كنتش طايقاه في الأول. طب وأنا أروح فين إن شاء الله؟ إيه؟ اتصرف يا طارق، أنت دلوقتي عندك فلوس كتير. وده بيتي وعقده باسمي. تمام تمام يا ابراهيم، ليه الصبح ان شاء الله هتكونوا فاضيين. لا هيما بليز، انا قلت دلوقتي يعني دلوقتي. ما اقدرش اقول لها لا. اعمل ايه؟ مش فيها روح. وانا مش همشي غير الصبح. لا ما فيهاش صبح، مش مشكلتي. عينيا امرها سهل، انت اللي جبته لنفسك. ايوه يا شعبان، عايزك في شغلانه صغيره في شقة طارق. ما اعتقدش الحكايه تستاهل راجلين. كفايه انت. سلام. شعبولة حبيبك جاي لك.
جوه في الاوضه بس مش عايزه لبش. فيلي 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 ايه يا اختي؟ ده اللبش انت اللي اخترعتيه. المعلم شعبان لو عرف هيسود عيشتك يا مالي، خصوصا الشغلانه معموله محبه. ما تخافيش، هما كلمتين هحط عليها في راسي. اهدي بقى. طب يلا انجزي. ازيك يا مزتي؟